هو ده مش اول رباب، انا جبت رباب قبل كده. الموضوع ان انا قابلت واحد بيلعب رباب على البحر في سينا، سمعت الصوت من بعيد، حسيت ان انا عارف الصوت ده، او يعني حاجه في زي اتصال بيني وبين الصوت. جربت الآلة، لقيت نفسي عارف ألعب. كنت بلعب طبعا حاجات تانية قبليها، فقررت أجيب واحدة. كلمت واحد صاحبي أفغاني عايش في كاليفورنيا، قلت له أنا عايز أجيب رباب، فوصلني بصانع اسمه خرم شهزاد، ده من عيلة صناع رباب أساسا في كابول، بس هو اضطر إن هو يمشي بعد طالبان ما مسكوا الحكم في أفغانستان، اضطروا إن هم يمشوا لبيشاور اللي هي منطقة حدودية باكستان مع أفغانستان. هو عايش هناك وبيصنع رباب لحد دلوقتي، من احسن الصناع الموجودين. جبت منه اول رباب لعبت بيه. بعد كده مع البرفورمانس والتسجيل ودخول استوديوهات، بدأت اخش برباب مختلف في اوتار ازيد ومساحة اكتر، اللي هو الرباب ده. جبته من صانع تاني اسمه عصمة الله. برضو الموضوع مش سهل انك تجيب رباب، لان هي مش بتتباع في محل مثلا، احنا مش عايشين هناك، فبتضطر تتصل بالصانع، بيبتدي يبني لك رباب من الاول. يعني بنى لي الرباب ده من لما كان حته شجره لحد ما بقى كده، اخذت حوالي شهرين ونص في البناء. عاده الصانع الشاطر بياخد 45 يوم في الصناعه. طبعا في صناع كتير كويسين وفي صناع مش كويسين، يعني الناس اللي هم الكويسين قوي يتعدوا على الصوابع، وفي ناس بتحاول تعمل رباب شكلها حلو وتتعلق كأنتيكا، لأن الرباب بتتباع كأنتيكا كتير. بس في ناس شاطرة جدا اللي هم خرام شهزاد ورباب قادري. قادري ده من أحسن صناع رباب في العالم، ده موجود في كابول، ممكن توصله عن طريق الفيسبوك أو عن طريق الإيميل، أو إن أنت تشتري رباب. يعني سعرها بيبتدي مثلا حسب الديكوريشن وحسب حجم الآلة، حسب الصنعة اللي هتتحط فيها قد إيه، بس بيبتدي مثلا من حوالي $350 لحد ما لا نهاية. يعني في رباب بيوصل $2000، $3000، $5000، حسب قد إيه قديم. كل ما يقدم كل ما سعره يكتر، وكل ما يبقى صوته أحلى.